ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة اول مرة هجرب اعمل تشيز كيك وطلعت معايا ناجحة وبطريقة مختلفة شوية عن اللي بنشوفها في اليوتيوب او في اي حتة. استخدمت زبادي في الوصفة، تعالوا نشوف بتتعمل ازاي. هكسر 300 جرام من البسكوت وهزود عليه نص كوباية من الزبدة وهفضل اقلب كويس جدا. بعد كده هستخدم ايدي عشان لو في اي حاجة مش متكسرة كويس اكسرها بايدي. بعد كده هنقله للقالب اللي هعمل فيه التشيز كيك. هحاول ان انا اوزعه وافرده كويس. بعد كده هستخدم ظهر كوباية وافضل اضغط لحد ما يتوزع كويس جدا. بعد كده همشي بالكوباية عشان لو في اي حاجة زيادة تتوزع، وده في الاخر وهحطها في الفريزر لمدة 10 دقايق. تعالوا نحضر الجيلاتين. هستخدم معلقة كبيرة ممسوحة من الجيلاتين وهستخدم كمان 6 معالق مية من الحنفية. وهبدأ اقلب كويس جدا. نروح للكريمة. هستخدم العلبة الصغيرة بتاعت كيري وهضيف عليهم 4 معالق من السكر البودر وهضيف كمان 2 علبة من الزبادي. وهقلبهم كويس جدا. بعد كده هزود كيس فانيليا وارجع اقلب تاني لحد ما الخليط يبقى معايا بالشكل ده. بعد كده هنزود كريمة الخفق. هنستخدم 125 ملي من اللبن، يعني نص كوباية لبن، وهزود عليها الكيس بتاع كريمة الخفق. وهبتدي استخدم مضرب الكهرباء. هفضل حوالي من 4 لـ5 دقايق. كده انا خلصت. شايفين منظر الكريمة بقت ماسكة، يعني حتى لو قلبت الطبق مش هتتقلب معايا. بعد كده هضيفها لخليط بتاع الجبنة والزبادي وهرجع اقلب تاني. كده انا خلصت والخليط بتاعي بقى جاهز. الجيلاتين بعد ما هنسيبه بصوا هيبقى عامل ازاي، لازق في بعضه. هندخله الميكروويف لمدة 10 ثواني بس، هيبقى بالمنظر ده. بعد كده هقدر اضيفه للخليط بتاعي كله وارجع اقلب تاني.
دلوقتي هنزل بالكريمة وأحاول أوزعها على قد ما أقدر. دلوقتي هندخل الفريزر لمدة ساعتين أو التلاجة لمدة 3 ساعات، وكل ما نكتر المدة يبقى أحسن. عدت ساعتين فريزر، تعال نشوف شكلها يبقى عامل ازاي. هنشيل الجناب بتاعت القالب بالراحة خالص. نخش في مرحلة التزيين. أنا هضيف شوكولاتة، هحاول أوزعها عليها كلها. ممكن تضيفوا شوكولاتة، ممكن تضيفوا كراميل، ممكن تضيفوا في وصفة عملتها كريمة من النسكافيه، هتشوفوها في الفيديوهات. ممكن دي تبقى برضو من فوق في التوبينج بتاعتها، هتبقى حلوة جدا. ممكن تستخدموا اي بودينج بدل ما تسيحوا شوكولاتة وكده، تستخدموا اي بودينج هيبقى حلو برضو في التوبينج. يعني براحتكم في التزيين. هرش شوية باودر من الأوريو، وهزود قطعة من الأوريو متكسرة كده. بجد يا جماعة طعمها حلو جدا، خصوصا الناس اللي بتحب الحاجات المززة، فهتلاقوا فيها مزازة من الزبادي. لو ما بتحبوش اللي هي الحاجة تبقى مززة شوية، فهتزودوا كمية الجبنة، وبرضو الزبادي طلع حلو فيها. يعني ممكن تزودوا تعملوا علبة زبادي وتزودوا شوية من كمية الجبنة. وبألف هنا، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب.